البلجيكي أيمن عبد النور. عبد النور ارسل له كرة عالية باتجاه أيمن حسين. الكل يتراجع من قبل لاعبي نادي قطر في هذه اللحظة، لكن هذه خطيرة. التعادل 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 عن طريق أيمن حسين. العراقي يسجل، نعم عادوا من اللا عودة وسيمضوا للمستحيل. عادوا من بعيد، عادوا من الباب الكبير، صقور برزان يرفضون الاستسلام. نعم للتحدي، نعم للعزيمة، نعم للقوة، نعم للإرادة، ولا للخسارة يا عيني على التمريرة. أيمن حسين وجاسم الهيل وخافيير مارتينيز، وينكم وينكم وينكم؟ قالهم روحوا وهاتوا الكورة وأعلن التعادل. يسار يسار يسار.